أسرتي كان والدي أنا متوفي من صغري من وأنا عندي 7 شهور، لكن والدتي رحمة الله عليها يعني ربتنا على قيمة وأهمية التعليم، وأن التعليم هو أساس نجاح الإنسان في كل مجال من مجالات حياته، وكانت تدفعنا بشكل كبير لمواصلة دراستنا وتعليمنا، وكانت حتى تسهر علينا وتوجهنا، رغم أن والدتي ما كانت إنسانة متعلمة، لكن أنا أعتبرها إنسانة مثقفة واعية بقيمة العلم وأهميته، وأن الإنسان قيمته يمتلكها من تعليمه. أنا فخورة الآن بحصولي على درجة البكالوريوس في تخصص التربية، وأيضا الماجستير في تخصص التربية أيضا في التخطيط في اقتصاديات التعليم في الماجستير، وفي الدكتوراه أيضا في مجال التربية في مجال التخطيط التربوي. أثناء ما كنت مدير عام لمؤسسة حميد كنت عضوة في مجلس سيدات أعمال عجمان، والآن أنا أشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وفي نفس الوقت أنا عضوة في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وطبعاً أنا لي عضوية في كثير من المؤسسات سواء كان داخل الدولة أو خارجها، وكلها أعمال اجتماعية خدمية تطوعية، لأني أنا أؤمن بقيمة العمل الاجتماعي التطوعي، وأؤمن بأن الإنسان اللي وصل إلى مرحلة من التعليم لابد عليه يعني واجب ومسؤولية أنه ينقل هذه الخبرات التعليمية وينقل خبراته في العمل، وينقل أيضا تعليمه اللي تعلمه للآخرين. شوف دائما أنا دائما أزرع في طلابي وفي طالباتي، وأزرع لكل مستفيد مني سواء كان في المؤتمرات أو الندوات أو ورش عمل أو في الدورات التدريبية، أقول أن الإنسان يعني لابد أن يكون لديه رؤية مستقبلية، ماذا يريد أن يكون إذا وأن يخطط لهذا الأمر. أنا أقول أي إنسان يريد أن يصنع النجاح لذاته وأن يحقق النجاح لمجتمعه لابد أن يتمسك بثلاثة أمور رئيسة. الأمر الأول، لابد أن تكون هناك خطة ورؤية واضحة عند هذا الإنسان، ماذا يريد أن يكون، هو الآن وين وماذا يريد أن يكون. ثم أيضا لابد أن يعمل مع الجماعة وبروح الفريق. أنا لما أكون في أي مكان لابد أني أنا أعمل بروح الفريق، وفي نفس الوقت أنقل خبراتي للفريق اللي أعمل معاه حتى أعلمه وأنقل له الأشياء اللي يمكن تكون بحكم السن أو بحكم المستوى التعليم أقل، فتنتقل لهذه الخبرات. الأمر الآخر، أن أي شيء تريده يكون ناجح لابد أن تتابعه. إحنا دائما نقول لا يضيع حق وراءه مطالب، فإذا كان لك أنت لابد نشجعهم على التعليم. التعليم يعني الثروة البشرية الحقيقية أو رأس المال البشري الحقيقي في التعليم. إذا كان في مؤسسة حميد بن راشد للتطوير والتنمية البشرية، فأنا فخورة جدا في مجال البيئة أن إحنا الحمد لله نجحنا أثناء وجودي مع فريق العمل ومع اللجنة اللي موجودة ومع مجلس الأمناء، طبعا بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بن زايد من صقر آل نهيان لأن كانت رئيسة مؤسسة حميد بن راشد، نجحنا في أن إحنا يعني نرسل أو هذا المشروع إلى الجهات المعنية بشكل مباشر لإصدار مرسوم أميري بإنشاء محمية، وهي محمية الزورة. كانت والدتي اللي فقدتها من حوالي سنتين في 2011 كانت مثلي الأعلى في كل شيء، في توجيهي، في يعني أعرف منها وجهة نظرها، حكمتها، توجيهها لي، دعمي، يعني في كل شيء كانت المثل الأعلى لي هي والدتي. ثم بعد ذلك زوجي. يعني أنا أقول أن يعني السيدة توافر لها المناخ الكبير اللي وفرته الدولة للسيدات لارتياد مجالات الاقتصادية، أقولها ابدأي بمشروعك الصغير ثم المتوسط ثم مشروعك الكبير. الدولة ما قصرت معاك، ساندتك بشكل كبير، لكن الدور الآن يبقى والمسؤولية تبقى على عاتقك. لا تترددين، لا تخافين، لا تقولين أنا عندي منافس، أنت اعملي ويكون عندك الرؤية واضحة وإن شاء الله بتوصلين. بيت الشعر اللي قلت لك إياه، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبداً
يعيش أبد الدهر بين الحفر، يعني معناته أن لكل مجتهد نصيب، ومن يريد أن ينجح يستطيع أن ينجح، ومن يريد أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه يستطيع. وكلنا واجهتنا تحديات وصعوبات، لكننا نصل إلى ما نريد له. في بعض الأحيان يقولون بعض السيدات إحنا نجتهد ونسوي لكننا ما حققنا. قلت لهم مش دائما أنت كل شيء تريده توصل له في الوقت اللي أنت تريده، ممكن يحتاج منك إلى جهد أكبر، يحتاج منك إلى وقت أكثر أطول.